مين فينا في هذه الحياة ما قد تعرض للظلم أو التهميش أو التقليل من قيمته وقدره كإنسان، أو كلمة عابرة جارحة كان نفسه يرد، أو أي من المواقف الكثير اللي أنتوا تعرفوها اللي يفترض إن الإنسان ينتقم فيها؟ أنا من أنصار الانتقام، لكن أفضل انتقام هو النجاح بشدة. نيلسون مانديلا تم سجنه، تتوقع أول ما طلع من السجن راح يطارد الناس اللي سجنوه ويحاكمهم ويقتل بعضهم؟ لا والله، صار رئيس دولة. مدير شركة أرامكو وزير البترول السابق الدكتور علي النعيمي صار معاه موقف وهو صغير لما كان في المدرسة. كان مدرس يسأل كل طالب إيش تبغى تصير لو كبرت، فكان الطلاب كل واحد يتكلم عن طموحه، دكتور، مهندس، طيار، إلا هو وكان أصغرهم قال أبغى أصير مدير لشركة أرامكو. وكان هذا الموقف مضحك لأنه الخلفية الثقافية والاقتصادية اللي جاء منها ما توحي بأن هذا الشخص ممكن يكون مدير لشركة أرامكو. وصار. كلكم تعرفوا ستيف هارفي صاحب المقاطع المنتشرة والبرنامج المشاهد على مستوى العالم، كان يتكلم عن مشكلته وهو صغير، مشكلته التأتأة في الكلام، فجاءته المدرسة وسألته قالت له إيش تبغى تصير، قال لها مقدم تلفزيوني، فاحتقرته قالت له مو معقول أنت واحد زيك يكون مقدم تلفزيوني، أنت تتكلم جملتين على بعضها أول شيء وبعدين صير مقدم تلفزيوني، بعدين تعال مين من أهلك، خالك، عمك، جدك طلع في التلفزيون لو لقطة بس يعدي؟ أصبح من أكبر وأشهر وأعظم مقدمي التلفزيون على مستوى العالم. وقصص الناس اللي انتقموا نجاحا كثيرة، الرد ما هو أنك تعامل الناس بالمثل، الرد بما ستصل إليه في يوم ما. اليوم إذا في شخص أساء لك، بكرة وبعد نجاحك راح يتمنى أنه ما سوى معك ذاك الموقف، ويا ليت لو يكون في قائمة الأقرب أو الأصدقاء أو على الأقل من المعارف. ما يحتاج تمن، فقط يكفي أنه أنت وهو عارفين الحاجة اللي صارت وأنك أفضل الآن. ولا في شيء يستاهل أنك تستنزف عقلك وجسدك وتفكيرك في أنك تبحث عن نقاط ضعف الخصم وكيف ترد الصاع صاعين. نجاحك يكفي، ركز في نقاط قوتك، صوب سهمك نحو النجوم، فإن أخطأت أصبت القمر.